احنا يعني خلينا نفصل الحالة بشكل تفضل. انه اولا للأسف العراق مسلوب الإرادة اقتصاديا وحتى سياسيا، وبالتالي هذا النوع من الإملاءات ده تفرض علينا ان بعض الاتجاهات اللي هي مضطربة بالسوق المحلية لكن مجبرين الفئة السياسية انه تتبع، لانه هذه تتبع يعني اتفاقات طويلة الأمد. بدءا ما موجود بالبنك الاحتياطي الأمريكي الـ FDI هو 38 مليار دولار، وهذه 38 مليار دولار هذه وديعة ثابتة من العراق هناك، مقابلها انه العراق يحمي هذه الاصول من انه اي دائن انه ممكن ما يدخل. فلهذا كل سنة تلقى الرئيس الامريكي يوقع على اعادة وضع اليد على العراق في هذه المسألة. يا الهي. بالتالي وحدة من عندها ايضا تحفظ للعراق الصفة الائتمانية الدولية اللي تخليه يتعامل مع البنك الدولي والبنوك الأخرى في كل التعاملات. أي أكو حماية. الجانب الآخر إذا نسأل هل أنه 2 أو 3 مليار المفروض يكون عندنا شحة من الإيراد التشغيلي؟ بالتأكيد، لأنه إحنا إذا نحسب بحسابات رقمية إحنا دا يدخلنا بين يعني كان تفاعل بأسعار رقم عالية دا يدخلنا بين 7 إلى 11 بيعلم أنا أقرأ مفات مليار دولار. مليار دولار الفاتورة التشغيلية إحنا عندنا 5-5.5، فبالتالي المتبقي النقدي اللي ممكن أنت تتعامل هاي روح احتياطي لو 5.5 أنا أصرف شهريا. شهريا طبعا بين رواتب بين موازنة تشغيلية بين بس هم عندي فارق يعني الفارق اللي دا يضيع عندي بين اللصوص بين الضياعة بين إن الهدر والفوضى الإدارية. فلهذا أنه 2 مليار طبعا تأثر. هل حق الشركات الإيرانية أن تأخذ مستحقاتها؟ نعم نعم، لكن الخلل صار وين؟ أنه إحنا لازلنا نراهن على نفس الفكر، دكان يبيع نفط تجي فلوس ويحير ينطيهن هنا لو هنا لو هنا المن يسد أبو الكهرباء يسد أبو الغاز يسد منه أصبحنا وإضافة إلى هذه أصبحنا نواجه مشكلة أنه قام التوظيف الكمي. صندوق النقد الدولي من عام 2010 يحذر العراق من التوظيف الكمي السلبي، يعني قفز رقم الموظفين بالقطاع العام من 1.4 مليون عام 2012 إلى 3.6، الآن تقريبا 9.4 مليون شخص يستلم راتب من الدولة. هذه فاتورة ثقيلة جدا. صح صح، بالأخص أنه غير منتجة. نرجع إلى 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 دائرة كلش مهمة الآن، هل المصارف اللي موجودة الآن بالعراق تتعامل بشكل إيجابي في البناء الاقتصادي؟ أصبحت دول الثقل الآخر، لأنه العملة اللي المفروض تستثمر وتدور في العراق بشكل استثمار للبناء الاقتصادي بدأت تهرب من العراق ضمن هذه البوابات، بل أصبحت واحدة بعض من هذه المصارف راح إلى مسألة البلطجة بالابتزاز بالصكوك المزورة على بعض الـ 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 يعني العملاء او اصحاب الـ يعني الحسابات مع هذه المصارف، لانه بدت عمليه بلطجه استهتر او المصرف استهتر اولا نافذه لي يعني تهريب الاموال براحته اصبح ملياردير اي اصبح ملياردير بدا يعني يستبيح كل شيء، واصبحت عنده قنوات مخيفه انه بالسيطره على الحركه الاقتصاديه بداخل البلد بدليل الـ يعني روح على مساله خطابات الضمان اللي كانوا يبيعوها بيع يعني دكان يبيع لك تجي بيع رئيسا خلي الكهرباء وقع لك ويبيع لك بأمام رقم من تجي عليهم ذني خطابات ضمان تضمن كل الشروط اللي المشاريع الدولة ترجع عليهم ذني كلهم صفر ما بيهن أي عائد ممكن يسد هذه الخطابات ضمان. فأصبحوا انتقلوا إلى مرحلة أخرى الآن روح على المحاكم تلقى الآن جملة من الدعاوى تقيمها بعض المصارف الأهلية على أشخاص بصكوك مزورة، فهذه استباحة كبيرة. فصلنا من مصارف إلى دكاكين لصوصية. هذا الدكان من ضمن اللي حضروهم لو بعده يتمتع بهذا؟ طبعا احنا خلنا ناخذها من المبدأ الثاني. اكو دولة تحمي كل دولة تحمي عملتها، امريكا تحمي الدولار، فتجي تقول لك يابا دا يتهرب من عندك وهذول اللصوص لو توقفهم لو انا اوقفهم بالعربي خلنا نحكي بهالشيء علني توقفهم لو اوقفهم دزت لهم 16 انذار كافي ده نعرف الفلوس يعني مو سهلة ترى تتبع الفلوس اللي ضاعت. يعني الآن مثلا الـAML وكالة المحاربة التبييض الأموال اللي تابعة للاتحاد الأوروبي تتكلم عن 320 مليار دولار
تم تبييضها من العراق، تبييضها من العراق غريبة يا إلهي، مو صعب انه تتابعها بس ده تقول للعراق يا بدا يطلع منك هلقد كافي، واللصوص وهدولة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يعني هدولة مو أذكياء، والبنوك اللي بالعالم أغبياء ما تعرف تتبع الأموال حتى لو كانت نقد أو أصول، لكن إلى حد توصل يعني هذه الاستباحة إلى حد لازم توقف يمها. فالآن صارت الحديدة حارة.